نعم، وهنا يعني هو فرنسا يريد تلعب دور الوسيط يعني أستاذ محمد بين إيران والولايات المتحدة، والسؤال هنا هل ستنجح هذه الوساطة الفرنسية في عودة المفاوضات بين الجانبين الإيراني والأمريكي؟ يعني نحن نقول ونسمع ونقول ونتوقع أن يكون هناك وساطة، لا يوجد وساطة فرنسية بهذا الموضوع، هناك آراء فرنسية في الموضوع، ولكن يعني سمعنا عن 15 مليار دولار يعني ما يسمى ب letter of credit أو إعطاء النظام الإيراني ديون مضمونة من الفرنسيين من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات. أمريكا يعني الرئيس الأمريكي منذ البداية وهو يتحدث أنه يريد الضغط الأعلى على الاقتصاد الإيراني، وهو يعني هم من حوله جون بولتون وجون وبومبيو اليمين الأمريكي المتطرف، هم يريدون يعني يريدون سقوط النظام الإيراني اقتصاديا من أجل السقوط سياسيا داخل إيران. فلذلك يعني الأمريكان في واد والفرنسيين في واد والأوروبيون كذلك في واد آخر. نعم، يعني الإيرانيون ما زالوا يتمادون بالتدخلات في اليمن، في لبنان، في سوريا، في العراق، نعم، وما زالوا يهددون ويقومون أو يحاولون القيام بتجارب صاروخية باليستية صاروخية أو حتى إرسال أقمار صناعية. في الأسبوع الماضي يعني فشلت محاولتان للإيرانيين بإطلاق أقمار صناعية.